وتنضم إلينا من بيروت عبر الهاتف ليلى خليل مراسلة الغد. إذن ليلى، تفاصيل لقاء جنبلاط وعون وأهم التصريحات لجنبلاط بعد هذا اللقاء، ولمن يوجه هذه الرسائل؟ دعيني بداية أتطرق إلى نقطة مهمة. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال أنه لبى دعوة رئيس الجمهورية، وهو لبى هذه الدعوة. المراقبون اليوم يتوقفون في البداية عند تلبيته لدعوة رئيس الجمهورية للقائه. هذا أمر إيجابي بظل المراوحة والغموض الذي نحن نشهده في لبنان فيما يتعلق بالطبع بتشكيل الحكومة. لعل الأهم نقطة تحدث عنها وشدد عليها أكثر من مرة النائب السابق وليد جنبلاط قوله أن التسوية، أنه لا يمكن لأحد أن يلغي أحد، وأن أهم نقطة في السياسة الداخلية هي التسوية. البعض اليوم يعتبر أنه لربما يحاول رئيس الجمهورية إيجاد تسوية أو مبادرة معينة، وتقع هذه الزيارة أو طلب لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يقع في خانة لربما محاولة إيجاد مخرج للجمود الذي نحن نعيشه. أيضا في نقطة مهمة تحدث إليها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، قال بأنه لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو مطلب الموفد الفرنسي باتريس دوريل، والمعروف أنه مقيم في لبنان، وأنه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتابع ما يجري في لبنان أو على الساحة الداخلية وبالتحديد فيما يتعلق بتشكيل الحكومة عبر باتريس دوريل. قال أيضا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أنه ليس لديه أي مطلب دوري. اليوم البعض يتحدث عن أنه لربما يحاول رئيس الجمهورية معرفة رد النائب السابق وليد جنبلاط إذا ما تم رفع التشكيلة الحكومية من 18 وزيرا إلى 20 وزيرا، ما الذي سيكون مطلب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، علما أنه إذا تم رفع الحصة من 18 وزيرا إلى 20 سيكون هناك مقعد درزي آخر يطالب فيه النائب طلال إرسلان. إذن اليوم من الممكن أن تكون هذه الزيارة تقع بخانة التوسط مع الرئيس الحريري لإقناعه ربما لرفع عدد الوزراء من 18 أو إلى 20، أو أنه يستشف منه ما هي مطالبه، علما أنه النائب السابق وليد جنبلاط قال بأنه ليس لديه أي مطلب درزي. أيضا طيب، هناك نقطة مهمة جدا أود أن ألفت إليها أخيرا. هو قوله، هو تذكيره بالمبادرة الفرنسية التي يعتبر اليوم المراقبون أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله قد نعاها في خطابه الأخير. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت، كنت معنا عبر الهاتف ليلى خليل مراسلة الغد.